بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما أمر، وهو الكفيل بالزيادة لمن شكر، وأصلي وأسلم على خير البشر، من انشق له القمر وسعى إليه شجر وسبح بيده الحصى والحجر، سيدنا وحبيبنا ونور قلوبنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته إلى يوم المحشر. أحبتي مشاهدي قناة الموصلية الفضائية، أحييكم بأجمل تحية، فأقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يتجدد اللقاء بكم في برنامجنا الأسبوعي محراب موصلي، هذا البرنامج الذي نتجول فيه في مدينة الموصل في مساجدها. المسجد سمي مسجدا لأننا نسجد لله تبارك وتعالى فيه. هذه المساجد لله تبارك وتعالى نسبت، هذه المساجد هي أحب البقاع والبلاد إلى الله تبارك وتعالى، هذه المساجد هي النور الذي يضيء لأهل السماء، هكذا قال سيدنا عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما، قال: المساجد بيوت الله في الأرض تضيء لأهل السماء كما أن النجوم تضيء لأهل الأرض. انظروا إلى جمال هذه الكلمات، المساجد هي بيوت الله تبارك وتعالى تضيء لأهل السماء كما أننا اليوم أهل الأرض تضيء لنا النجوم في السماء. هذه المساجد من إعمارها أنك تحافظ على صلاتك فيها، ولهذا الله تبارك وتعالى قال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. هذه المساجد المباركة، هذه المساجد الجليلة، اليوم نجد أن في كل بقعة، في كل منطقة، في كل مدينة، بل في كل حي أصبح هناك مسجد وجامع يجمع الناس على الصلاة، يجمع الناس على الطاعة، يجمع الناس على العبادة، يجتمع فيه المسلمون بكبارهم صغارهم رجالهم نسائهم، الكل يجتمع حتى يقف صفا واحدا. على ماذا؟ حتى يقف صفا واحدا يستقبل القبلة التي هي الكعبة المشرفة، ويرفع بعبادتهم وطاعتهم ودعواتهم إلى الله تبارك وتعالى. من خلال تجوالنا في مساجد الموصل وجدنا أن أسماء هذه المساجد والجوامع ما شاء الله من أسماء الله تبارك وتعالى، من أسماء آل البيت عليهم السلام، من أسماء الصحابة رضي الله عنهم، من أسماء العلماء الكبار، من أسماء الصالحين، وأيضا من أسماء تجار الموصل. ولو أننا عملنا هناك إحصائية لوجدنا أن عدد المساجد في مدينة الموصل كثيرة ما شاء الله. ذكر لي أن عدد المساجد في مدينة الموصل في أيام وسنوات السبعينات كان فوق 300، فمدينة الموصل هي مدينة المساجد، واليوم ما شاء الله تجاوز عدد المساجد والجوامع في مدينة الموصل 3000. نحن في برنامجنا محراب موصلي نتجول في هذه المساجد، نلتقي بالأئمة بالخطباء لنعرف رسالة المسجد الحقيقية، لنطلع على رسالة الإمام الخطيب، ما هو عمله، ما هو دوره، هل المساجد اليوم لها دور في المجتمع، هل المساجد اليوم لها دور في أبناء المجتمع، هل الأئمة والخطباء لهم دور وبصمة مع أبناء مجتمعاتهم، هل تواكب المساجد اليوم الأحداث والأزمات والظروف التي تحدث في مدينة الموصل ومحافظة نينوى؟ نعم، كل ذلك في برنامجنا نسأل ونستفسر ونطلع ونتعلم من هؤلاء الرجال الكبار، لأنهم علماء ربانيون اختارهم الله تبارك وتعالى لحمل هذه الأمانة. فالإمام والخطيب اليوم لا يكون إماما وخطيبا إلا لأنه أهلا لذلك، ومسؤوليته مسؤولية كبيرة، وهو القدوة في المحراب، وهو القدوة على المنبر، وهو القدوة في مجتمعه، الكل ينظر إليه لأن رسالته هي رسالة الله تبارك وتعالى، وهي وصية النبي عليه الصلاة والسلام. اليوم في هذه الحلقة نقف في جامع من جوامع مدينة الموصل، جامع له ما شاء الله تاريخ، أسس على التقوى، الناس الذين مارسوا الإمامة والخطابة وعمل ووظيفة الإمام والخطيب ما شاء الله لهم أدوار كبيرة. جامع طالب العثمان في حي المهندسين
هذا الجامع بناؤه من سنة 1991، افتتح هذا الجامع وبدأ يستقبل المصلين، وما شاء الله نحن الآن في المصلى الكبير، وهناك مصلى آخر، بل هناك أجزاء أخرى، باحات، حدائق، تجد حتى الجامع على واجهة وعلى الطريق العام، على الشارع العام مقابل الجامعة، جامعة الموصل والمجمع الثاني. لكن هناك رسالة مهمة أوجهها لأهل الخير من هذا المنبر ومن هذا البرنامج ومن هذه القناة المباركة، أن الجامع صاحبه جزاه الله خيرا وعليه سحائب الرحمة والرضوان، عندما بنى الجامع قبل أن يكتمل انتقل إلى رحمة الله. الورثة أكملوا بناء الجامع، لكن الجامع الآن بقيت منارته ما زالت لم تبنى، بني الأساس، فكل من يمر من هنا يجد الجامع متكامل ما شاء الله، وفيه قبة جميلة، لكن المنارة بقيت هناك، الحدائد وموجودة، لم ترفع هذه المنارة. فرسالة من قناة الموصلية ومن برنامج محراب موصلي أن تكتمل هذا المعلم الجميل، المنارة التي هي إشارة وجميلة وعلامة على وجود الجامع ووجود هذا المكان المبارك. هذه المساجد والجوامع نلتقي بأئمتها وخطبائها، انتظرونا بعد قليل، نلتقي بخطيب هذا الجامع، ومن ثم نلتقي بإمام الجامع، هناك ضيفين مباركين بعد قليل نلتقي بهما لنستمع منهما عن دور الجامع طالب العثمان من خلال 91 إلى يومنا هذا 2024، ما هو الدور الحقيقي، ما هي النشاطات، ما هي الرسائل، كل ذلك بعد قليل، انتظرونا في هذه الحلقة بمشيئة الله تعالى. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم أحبتي المشاهدين الأكارم، ونحن نقف اليوم في رحاب جامع طالب العثمان في حي المهندسين مع إمام وخطيب الجامع فضيلة الشيخ الدكتور صدام يوسف الصفار. حياكم الله شيخنا العزيز، الله يحييك، ونحن في رحاب جامعكم وبرنامجنا محراب موصلي. أهلا وسهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب بالسادة المشاهدين، ونرحب بقناة الموصلية وكادرها المتميز المبارك، فحياكم الله وبياكم وأهلا وسهلا في هذا الجامع المبارك. حياكم الله شيخنا الكريم. بداية شيخ، جامع طالب العثمان، متى تم بناء هذا الجامع، ومن كان سببا في بناء هذا الجامع، وكم عدد المصلين يسع؟ الحمد لله رب العالمين. بداية الجامع بناه طالب محمد العثمان، كان تاجرا وهو من ماله الخاص بنى هذا الجامع، وكان شديد الحرص على إتمامه بأحسن صورة، ما شاء الله، لكن الأجل توفاه قبل أن يكمل هذا الجامع المبارك، وأكمله من بعده ورثته وأولاده وزوجته. في أي عام تم؟ في عام افتتح هذا الجامع في عام 91، بدأ الصلاة فيه في 91، لكن قبل أن يفتتح المصلون ليس لديهم مسجد في هذا الحي، ويعتبر من الأحياء الجديدة، فكانوا يصلون في الباحة هنا، يفرشون السجاد ويصلون قبل افتتاحه، لكن الافتتاح رسميا كان في عام 91. ما شاء الله.
كم عدد المصلين يسع تقريبا؟ تقريبا عدد المصلين يسع هذا الجامع من 600 إلى 700 مصلي. ما شاء الله، مساحة في الأعلى كبيرة جدا. نعم. تقدر ب 500. فيه أكثر من مصلى شيخ، مصلى كبير، مصلى صغير. نعم نعم. وما هي الأجزاء الأخرى اللي في المصلى الكبير في الطابق العلوي المساحة كاملا؟ هذا اليوم الجمعة؟ يوم الجمعة. ومن المفترض كان أن يكون في الصلوات الخمس، لكن لبرودة الجو في الشتاء وحره في الصيف، نعم، ارتعى المصلون أن يجعلوا، كان هذه المسجد الصلوات الخمس كان عبارة عن قاعة للفواتح، لكن حولها المصلون إلى مسجد للصلوات الخمس من أجل هذا السبب. يعني أصبح هناك مصلى كبير ليوم الجمعة ومصلى صغير للأوقات الأخرى، الأوقات الخمسة. وألغي المناسبات. هناك أجزاء أخرى موجودة في الجامع؟ أجزاء أخرى، كان عندنا مصلى للنساء، لكن في سنة من السنوات جاءت أمطار غزيرة جدا بحيث أنه نصف الجامع غرق بالماء وتبلل السجاد، فتركته المصليات، تركت النساء تركنه، فحول فيما بعد إلى مركز للإقراء، مركز أم القرى الثاني في هذا الجامع. ما شاء الله. ثم بعد ذلك جاء الإرشاد القرآن. نعم، شعبة الإقراء. شعبة الإقراء أيضا تحولت، يعني من ضمن الشعب الموجودة في مديرية الوقف السني. نعم، تحولت إلى هذا شعبة الإقراء. شعبة الإقراء. نعم. وأيضا هناك ديوان الزكاة أيضا تحول في هذا. يعني أحد أجزاء الموجودة في نعم. الجامع. يعني نعم. تطور بناؤه، تحول من مصلى نساء إلى هذا البناء، إلى هذه الأبنية. نعم. قلت له الشيخ صدام، جامع الطالب العثمان يعني منذ يعني هذا التاريخ ما شاء الله 91 إلى يومنا هذا، هذه سنوات طويلة. نعم. الجانب الإغاثي، الجانب الإنساني، كان دوره في جامع طالب العثمان حقيقة. الجانب الإغاثي في هذا الجامع مهم جدا، لأن الجانب الإغاثي تميز به هذا الجامع، لأنه في إحدى السنوات في الانفجار الذي حدث في الزنجيلي بدأنا بجمع الأموال، وكان مبلغا كبيرا في ذلك الوقت، واستطعنا أن نرمم كثير من البيوت في الزنجيلي مع مساعدة بعض الفقراء. جيد. أيضا في السقوط، حينما يسمونها العامية أيام الحواسم، كان أول مبادر من المبادرين هو جامع طالب العثمان، حيث في جمع الأغراض في صدر النداء من هذا الجامع إلى الغيارة والنشامة والغيورين على بلدهم بأن هذا الجامع، بأن هذا الأغراض تسرق من الدولة وما إلى ذلك، فهب المصلون وهب الناس وهب حتى جعلوا سيطرات لجمع الأغراض وإدخالها في الجامع. أي واحد لديه أغراض في الشارع يمسكونها، تجمع هنا ثم يعني تعود إلى أماكنها. إيه نعم. عندنا أيضا المركز الصحي، كل الأدوية التي جمعتها هنا وضعناها ثم أرجعناها فيما بعد إلى المركز الصحي. موقف مشرف للجامع. الحمد لله. نعم. أيضا هناك في خطب الجمعة، إذا كان هناك مسألة إغاثية، مسألة إنسانية، تبرع، حالة مرضية، عمليات، نجمع لهم لكي يتم هذا الأمر. يعني منطقة حي المهندسين منطقة ما شاء الله فيها أغنياء، ومنطقة طبقة مثقفة، ويعني هذه التبرعات وهذا التعاون ما بين المصلين مع جنابكم الكريم إلى المناطق الأخرى وواكبت الأحداث التي تحدث في مدينة الموصل. الحمد لله. الجانب الدعوي شيخ، الحمد لله الجانب الدعوي كان متميزا أيضا في هذا الجانب. نعم. فمنذ أن أسس هذا الجامع انطلق في جانب الدعوي بالدروس الوعظية وخطب الجمعة، وأيضا لدينا كان الدورات الدينية الصيفية للذكور وللإناث. ما شاء الله. ثم استضافة إلى بعض المشايخ أيضا كانوا يأتون للوعظ، لا سيما في رمضان أيضا كان الوعظ أيضا دعوي جدا. مشهورة مساجد الموصل في رمضان، لها ميزة. نعم. نعم. في إلقاء المحاضرات والمسابقات. والحمد لله استضفنا أيضا مشيخة الحديث ما شاء الله
في إحدى الأيام، يعني مجلس سماع الحديث. مجلس سماع الحديث الحمد لله. ما شاء الله، والحمد لله يعني فيه نشاط كبير في هذا الجانب. ذلك فضل الله تبارك وتعالى. شيخ، يعني أنتم ما شاء الله لكم سنوات طويلة في هذا الجامع وبصمة كبيرة. أبرز الخطباء والمشايخ الذين أيضا خطبوا وكان لهم وجود في هذا الجامع من يعني المنبر المبارك إلى المحراب. ما شاء الله. الحمد لله، كان من أبرز الخطباء يعني لا يحضرني اسمه، لكن هو أبو عبد الرحمن. نعم. كان أول خطيب في هذا الجامع حسب ما أخبرني هو. ثم أتى من بعده الشيخ رمزي أبو حذيفة. نعم. أيضا قضى بعض السنوات ثم قادر لا أدري يمكن سافر إلى الخارج ثم رجع. نعم. فوجئت بعده. بأي سنة شيخ جنابك؟ جئت بال95. ما شاء الله. كنت مكلفا في ذلك الوقت ثم تعينت في هذا الجامع. ما شاء الله ما شاء الله. ثم تحولت إلى المدارس الدينية. ما شاء الله، يعني إلى التعليم الديني أيضا الجزء الآخر. ولا زلت نعم في وما زلت تمارس الإمامة ما شاء الله والخطابة منذ ذلك الوقت. شيخ صدام، يعني باختصار حدثني عن كونك ما شاء الله دور كبير وطويل في مجال الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. الدور المهم اللي تجده اليوم كنصيحة من الشيخ للأئمة والخطباء اليوم في زماننا. حقيقة الأئمة والخطباء في زماننا بحاجة إلى، خاصة الشباب منهم، بحاجة إلى القراءة الكثيرة، القراءة والثقافة الكبيرة في مجالهم، في مجال الإسلامي، في مجال الديني. نعم. وبحاجة إلى اختيار الكلمات المناسبة، وبحاجة إلى عدم الاندفاع الكبير نحو العواطف وما إلى ذلك. ينبغي أن يكون الخطيب ذو حكمة ولا تحركه العواطف منها هنا أو ها هنا. فالقراءة الكثيرة ولا سيما أنها يعني ثقافة عامة تجعل من الخطيب ذا شخصية كبيرة وعظيمة. ثانيا الإخلاص والتقوى المستمرة. نرى كثيرا منا أنه غلبه الموبايل والتصفح بالموبايل، وأنت تعلم أن الموبايل فيه أشياء كثيرة غير وسلاح ذو حدين، لكن أشغله غالب وقته على الموبايل، فأشغلنا هذا الموبايل عن كثير من الأمور، مجال الدعوة الذي هو مجاله المهم. أجل، فلابد من صاحب المنبر وصاحب العلم أن يكون يهتم بجانب التقوى كثيرا، لأن الله سبحانه وتعالى يوفق المتقين دائما. الإنسان إذا كان تقيا الله سبحانه وتعالى يسمع صوته للناس ويكون ذا تأثير في المجتمع ويكون له قبول. فإذا كان له قبول إذا كان الكلام خارجا من القلب يقع في القلب. نحتاج نصيحة من الشيخ قبل أن نختم إن شاء الله. نصيحة لمن؟ للمجتمع اليوم. المجتمع ينظر إليكم كقدوة ما شاء الله في هذا المجتمع من خلال منبركم، من خلال دوركم في المجتمع، قدوات ما شاء الله أنتم. نصيحة لمجتمعنا في زماننا هذا. الآن المجتمع لا يسمع من الخطباء مع الأسف الشديد، فنصيحتي لهم أن الخطيب والعالم يريد لهم الخير، يريد لهم الجنة، يريد لهم رضا الله سبحانه وتعالى، لا يريد شيئا سوى ذلك. فعلى المسلمين، على الأمة، على أن يسمعوا ويتلقوا الخطاب بروح طيبة وبمسامع مصغية إلى علمائهم وإلى خطبائهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع. آمين اللهم آمين. شكر الله لكم فضيلة الشيخ الدكتور يعني على هذه الإيضاحات وعلى هذه المعلومات وعلى هذه العطاءات في هذا الجامع وحتى خارج هذا الجامع المبارك. شكرا لكم، وجعل الله لكم هذا في ميزان حسناتكم إن شاء الله. سلامكم الله، حياكم الله. أحبتي المشاهدين الأكارم، للحديث بقية عن هذا الجامع المبارك بعد الفاصل نكمل إن شاء الله، انتظرونا. Thank you.
عدنا إليكم مجددا أحبتي المشاهدين الأكارم لنكمل الحديث عن هذا الجامع المبارك، جامع طالب العثمان في حي المهندسين. نكمل الحديث عن هذا الجامع مع فضيلة الشيخ علي أسامة الرفاعي إمام هذا الجامع المبارك، وهو ضيف حلقتنا أيضا في هذا البرنامج. حياكم الله شيخنا الكريم. الله محييك في جامع طالب العثمان وبرنامجنا محراب موصلي. واليوم نحن إن شاء الله تناولنا هذا الجامع مع فضيلة الشيخ صدام، ونكمل الحديث معكم بكلمة وسؤال مهم، ألا وهو عمل الإمام والخطيب اليوم. وجنابكم ما شاء الله لسنوات طويلة أيضا مارستم هذه هذا العمل، هل عمل الإمام والخطيب اليوم هي رسالة أم وظيفة؟ نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حقيقة السؤال ذكي جدا وسؤال مهم، يعني ونقطة مفصلية ومحورية في عمل الإمام والخطيب. بلا شك أن الإمام والخطيب عمله لا يقتصر على الأداء الوظيفي، يعني ليس عمل الإمام والخطيب فقط هو يعني إمامة الناس في الصلوات الخمسة وفي صلاة العيدين وفي صلاة التراويح، هذا بلا شك من صميم عمله، ولكن يعني الحقيقة أوسع وأكبر من هذا، أن الإمام والخطيب يجب أن يكون صاحب رسالة، وأن يكون رجل قضية، وأن يكون حامل فكر ودعوة. فالمهمة الأساسية والرئيسية لإمام الخطيب هي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لأن هذه الوظيفة وهذا العمل هو عمل ووظيفة الأنبياء بالدرجة الأولى وأتباعهم من المؤمنين والصالحين والصديقين والعلماء والأولياء وأصحاب الفكر وأصحاب الدعوات والمصلحين. لذلك الله تعالى يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. يقول أهل العلم في هذه الآية، يقولون: فمن دعا إلى الله تبارك وتعالى كان على سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أتباعه وعلى بصيرة، ما شاء الله. ومن لم يدعو إلى الله تبارك وتعالى لم يكن على سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من أتباعه ولا على بصيرة. فإذا العمل الأكبر والأهم ويعني المهمة التي يجب أن يطلع بها الإمام الخطيب أوسع من العمل الوظيفي الذي يقتصر على أمور بسيطة. نعم. فلذلك هذه النقطة محورية جدا ومهمة. إذن هي رسالة. نعم. ورسالة عظيمة. وهي تشريف وتكليف بنفس الوقت. أكيد أكيد، يعني الإمام الخطيب هو هكذا ينبغي أن يكون رجل قضية وصاحب رسالة، ولا يقتصر أداؤه على العمل الوظيفي. جميل جدا. شيخنا الكريم، هذه الرسالة، بما أنه اليوم دوره وعمله أصبحت رسالة مهمة وجليلة وعظيمة، هذه الرسالة دورها اليوم رسالة الإمام والخطيب ما هي؟ أولا الإمام والخطيب هو بلا شك هو قائد ديني، يعني الأئمة والخطباء على مدار التاريخ والعلماء على مدار التاريخ هم حماة الإسلام، وهم حملة الشريعة، وهم حراس العقيدة. على يدهم يهتدي الضال ويتعلم الجاهل وينبه الغافل ويستيقظ الغير المنتبه، بهم تسكو الأنفس وبهم تصلح الأحوال، وبهم يعلو شأن الإنسان وتقوم سوق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فتطفأ الفتن وتنشر العلوم وتنشر الحكم. فبالأساس الإمام الخطيب هو قائد ديني، يعني يمثل الشريعة، نائب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا المنبر الذي يرتقيه الإمام والخطيب هو منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا المحراب هو محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف ينبغي أن يكون الإمام الخطيب بهذا المستوى الذي يجب أن يبلغه وهو يسير على خطى الأنبياء وهو يتشبه بالأنبياء؟ لذلك النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: الإمام ضامن، الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن. ثم قال: اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. ما شاء الله. فشوف هذه الدعوة وهذا الحديث يوضح أن الإمام مؤتمن على عبادة الناس، على صلاة الناس، وكذلك الخطيب أيضا مؤتمن على أحوال الناس، على أوضاع الناس. فهذا عمل كبير جدا. أيضا الإمام والخطيب هو رجل مجتمع،
يعني قائد مجتمعي، يعني لا ينقطع عن المجتمع. نعم، ورجل العامة، رجل الناس، يجب أن يكون قريب من المجتمع. يعني في رأيي أن الإمام والخطيب هو مرآة المجتمع. جميل. التي تعكس حال المجتمع، أحاسيس المجتمع، معاناة المجتمع، هموم الناس، آلام الناس، آمال الناس. فالإمام والخطيب يجب أن يكون أيضا قريب من الناس. يعني شيخنا اليوم النظرة إلى الإمام والخطيب في كل مجالات الحياة، نعم، الناس تنظر إليه كقدوة. بلا شك. فإذا ما كانوا في مكان فرح نظروا إلى الخطيب وتصرفه. صح. وكذلك في حالة الحزن وباقي كل الأحداث التي تمر في المدينة وفي حتى الإنسان، فينظرون إلى الإمام الخطيب ما هو دوره. صح. فهنا ينبغي أن يكون يعني في الدور الذي أمره الله به وأوصاه، نعم، به الرسول. يعني الإمام الخطيب يجب أن يكون قريب من الناس، قريب من المجتمع، يشارك في أحزانهم، يشارك في أفراحهم، يشارك في مناسباتهم. جميل. ودائما يعني يكون له دور المرشد والمنبه والناصح الأمين، الذي إذا ما رأى أي شيء يعني فيه خلل أو يخالف الشريعة الإسلامية، أو حتى في بعض الأحيان يقدم النصيحة الطيبة للناس، وحتى في مجال العمل الدنيوي يعني ينصح الناس في هذا في بيعهم المجال، شرائهم، في بيعهم، في، نعم، شرائهم، في كل تعاملاتهم. نعم. هذا هو الحقيقة، الدور الحقيقي للإمام والخطيب. جميل. في المجتمع. رسالة المسجد اليوم بعد رسالة الإمام والخطيب، المساجد اليوم هي بيوت الله تبارك وتعالى، والمساجد اليوم خاصة في مدينة الموصل التي مرت بأحداث وأزمات وظروف، دور المساجد اليوم، رسالة المساجد الحقيقية التي ينبغي أن تكون. بلا شك المسجد هو مؤسسة دينية ومؤسسة اجتماعية ومؤسسة علمية ومؤسسة ثقافية. فالمسجد ليس هو فقط مكان للعبادة، هذا نظرة الإسلام. المسجد ينبغي أن يكون نقطة إشعاع حضاري للمجتمع وللعالم بشكل عام. فبهذه الدرجة ينبغي أن يرتفع أداء ومستوى المسجد. ولذلك الأدوار اللي يقوم فيها المسجد في على مستوى الحي أو على مستوى المنطقة أو على مستوى المدينة أو على مستوى البلد دور كبير جدا. يعني دائما نجد أنه المسجد في حال حدوث أي نائبة، أي كارثة تحدث في المجتمع، يبادر ويأخذ دوره، ولأن المسجد تجتمع الناس فيه. يعني المسجد ليس فقط الإمام والخطيب، المصلين اللي يجون من المسجد فهو مجتمع مصغر، مجتمع مصغر. وعادة الناس اللي تجي إلى المسجد هم أهل الخير، أهل البر، يعني الناس الصالحين في المجتمع. فهذا الشكل وهذا الحال ينبغي أن يكون المسجد يفيض من إحسانه وخيره وبره وصلاحه على المجتمع. يعني ليس مثل ما يحدث الآن في بعض الأحيان سلبيات المجتمع تنتقل إلى المسجد، بينما الصحيح أن المجتمع خيره وحسناته هي التي تفيض على المجتمع وتصلح المجتمع. فهذا هو الدور. وطبعا هذا نستطيع أن نقسم المسجد وأدواره إلى أدوار كثيرة، منها مثلا الأدوار الخدمية الاجتماعية. يعني المسجد اليوم يقوم بخدمات للمجتمع، مسألة الإغاثات، مسألة الإعانة، مثلا المرضى، اليتامى، هناك أيضا بعض المساجد تحتضن. والمجال المهم الآخر، المجال الدعوي الذي ينطلق من المسجد إلى المجتمع. أكيد، يعني هو هذا مجال جانب اللي هو جانب الخدمي والإغاثي. نعم. في بعض الأحيان حتى المسجد يقدم خدمات اجتماعية من الإعانة الفقير، المحتاج، المقعد، الإمرأة الأرملة، اليتامى اللي موجودين في المنطقة. هذا أحد الأدوار اللي هي الخدمية والإغاثية. هناك دور أيضا الدور العلمي الذي هو نشر المعارف والعلوم بكافة أنواعها. يعني المساجد في العصور السابقة كان المسجد جامعة، جامعة علمية، هو نفس المسجد فيه مكان للدراسة الدنيوية، يعني تدرس فيه كثير من المواد العلمية التي يحتاجها، نعم، الإنسان. يعني أبسط في مثال عندك جامعة الأزهر اليوم هي كانت جامع الأزهر، جامع الأزهر، وفيه كافة العلوم تدرس وتنشر.
فجانب علمي إضافة إلى ما يقدمه الإمام والخطيب من خلال خطبة الجمعة، من خلال حلقات التدريس والعلوم، من خلال المواعظ والنصائح. جميل. هاي كلها وعد الدروس العلمية الخاصة. نعم. اللي تكون تخصصية لبعض طلبة العلم اللي يدرسون عند أحد المشايخ مثلا، أو الحلقات المسجدية أو المدارس الدينية التي مقرها المسجد. شيخ علي، اليوم يعني وصلنا إلى ختام هذه الحلقة المباركة بكلمة أو نصيحة تختم بها يعني هذه الحلقة لأبناء المجتمع. نعم، إذا أردنا يعني للأئمة والخطباء التوفيق والنجاح والسداد، لابد للإمام والخطيب أن يطلع وأن يقوم بإحياء رسالة المسجد، لأن المسجد له رسالة عظيمة في المجتمع ورسالة عظيمة في الإسلام. فإذا ما قام الإمام والخطيب بأداء هذه الرسالة بشكلها المطلوب، فهذا سيكون له خير وذخر، وسيسعد المجتمع وينجح الإمام والخطيب في مهمته ما دام ينظر إلى الأمر بهذه الصورة وبهذه الناحية. جميل جدا، بوريتهم شيخ علي على هذه الإيضاحات وهذه المعلومات وهذه التوجيهات والنصائح، وما شاء الله لكم يعني باع طويل في مجال الإمام والخطابة، وكذلك حتى في مجالات الأخرى في المجتمع، نشاطات ما شاء الله نراها ونسمعها على وسائل التواصل وحتى في المدارس والجامعات. دام لكم هذا العطاء، الله يحفظكم وبوركت لكم هذه الجهود، وإن شاء الله في ميزان حسناتكم. أهلا وسهلا، بارك الله فيكم. أحبتي المشاهدين الأكارم، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة المباركة من برنامجنا محراب موصلي، كنا فيه في رحاب جامع طالب العثمان في حي المهندسين، وكيف نحن استمعنا لهؤلاء المشايخ الذين قدموا الجهود المباركة والبصمة الجليلة والرسالة الحقيقية للإمام والخطيب، وكانت لهم بصمات في السابق وما زالوا مستمرين في هذا المجال الدعوي المبارك، هذا المجال الذي أسموه رسالة. فعلا اليوم رسالة الإسلام هي رسالة لكل إنسان أن يبلغها من موقعه، كان إماما، كان خطيبا، كان قاضيا، كان معلما، كان مربيا، كان أبا، أيا كان، كل من موقعه يقدم رسالة الإسلام لهذا العالم، لأن رسالة الإسلام رسالة عامة شمولية لهذا الكون كله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. شكر الله فضيلة الشيخ علي أسامة الرفاعي إمام جامع طالب العثمان، وشكر الله لكم حسن إصغائكم ومتابعتكم، حتى ألتقيكم في حلقة أخرى. أستودع الله دينكم وأماناتكم وصالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.